السلام عليكم. هذه عشيوة خفيفة سهلة وصحية، يعني خضيرة مع الدجاج في الفران. تمنى ما تشوفوا معايا هنا ديجا، يعني ميكسيت، يعني هذا القزبر معدنوس والثومة. الو غادي نضيف عليهم شوية الخرقوم، نضيفو عليهم تحميرة، زيدو ليه بزاف، ديري شويه حتى ندير الحار، غادي نديرو سكينجبير، زيد شويه اصلا الدجاج كيبغي سكينجبير. بطبيعة الحال نزيد بيس كيف ديما، حسب مثلا نزيد بيس راهم كيزينو كلشي، دجاج حوت كلشي، يعني نديرو كمون كيما قلت لكم، تما راه كاينه الثومه، ندير الحار، وهاد غادي نزيد هاد لاصوص ديال الباربيكيو، هي هادي شوية العصير ديال الحامض، يعني الحامض باش تقلي شوية، انا راه دخلت ديجا خبز الفران، خصني نرد الباس ينو داك النساه نولي حرقه نول احقا. بالنسبة للخضار هيا عندي البصلة مطيشة، شوية الحامض مصير، أو شوية الشامبينيون، بطاطا ومطيشة. الأول غادي ندير شوية مطيشة في الأول، غير شوية بحال هكا، غنسى واحد الحاجة وهي المليحة، ما فكرتونيش البنات اللي معايا كاع هنايا، ما فكرنيش شي واحد شويه هنايا،
ندير واحد الدشات هكا هكا الدجاج ديجا انا راني كنرقدو في ديال الابزار والسكينجبير والخرقوم وكندير ثوما ديك بودر كنحط هذا هنايا كيتعطي طيب اخر خيط غادي ما بون ان بيرسون على حساب راجلي يعني نتمنى شي يكون باين خيط هذا من هنا غنولي نزيد هاد الثاني البصيله غير جربوها البنات راه كيجي هائل لذيذ 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 نحضر معاكم خاطر لا نسى الخبز هاو دابا تفكرتو كنعاود ندير هذا الفوق هكا بصيله نعاود نولي نعمل بطاطا كنتمنى هادشي يكون واضح ليكم عاود ولي ندير الشامبينيون هاهو دابا عاود الشامبينيون من الفوق ندير مطيشة عاود هكا وفي الاخر غندير الفلفله وديك الحامض مصير من الفوق دابا نحط الفلفله هنا صافي والحامض مصير الخبز ديالي اوكي سمحوا لي طليت على خبيز اللي تحرق لي صافي دابا غادي ندير في هذا فيه واحد شويش الماء كاس الماء تقريبا هكا حيت اصلا راه الخضره داكشي كيطلق ولا كان نقص الملح ولا شي حاجه يعني زيدو فهمتو دابا غادي ندير ليها بابي كويسون وبابي المينيوم
وندخلو الفرن. ديجا الفرن راه سخون على الخبز. نغطي كما قلت لكم ديك الساعه تحسوا به طاب عاد يعني مزعج تحسوا به طاب صافي كتوليو تعريهم الفوق وتخليه يتحمر. هذا الشيء اللي كاين. يلا دابا نخليكم حتى من بعد ونوريكم. وهذا هو الطبق النهائي. ها هو الطبق من بعد ما طاب. شوف كيفاش كيجي. هو كيجي محمر بليد. يلا جربوا خليوا لي تعليق ولايك. اللي ما تابوناش باقي ما دخلش معنا يدخل مرحبا به. يلا بصحتكم وراحتكم.